طيب كابتن فتحي، هنروح بس المداخلة مهمة جدا. معنا سيادة العميد محمود القاضي، مسؤول الشركة الإفريقية لتأمين مباراة الأهلي والزمالك، ومهم جدا نتكلم ونعرف من حضرتك سيادة العميد صباح الخير في البداية طبعا عن الترتيبات الخاصة بدخول وحضور المباراة والتوقيتات وغيره وغيره يا فندم. اتفضل سيادة العميد. استاذ نهاوند صباح الخير، واستاذ كريم صباح الخير، وصباح الخير على الكابتن فتحي نصير. ان شاء الله النهارده يعني مباراه القمه بين النادي الاهلي ونادي الزمالك، طبعا الكلاسيكو الكره المصريه اللي كل محبين الرياضه سواء في مصر او في الوطن العربي بيتابعوها. ان شاء الله المباراه ستقام على استاد القاهره الدولي في تمام الثامنه والنصف يوم الخميس باكر. بالنسبة لأعداد الجماهير المنتظر حضورها طبقا طبعا لتعليمات رابطة الأندية، هي مباراة دوري فالجماهير 6000 مشجع، بتبقى 3000 لكل فريق. طبعا جماهير النادي الأهلي متواجدة في مدرج الدرجة الثالثة يسار، وجماهير النادي الزمالك متواجدة في مدرج الدرجة الثالثة يمين. الأبواب المخصصة لدخول الجماهير، النادي الأهلي من باب صلاح سالم، وجماهير الزمالك من باب النصر. إن شاء الله المباراة هتقام في الثامنة والنصف، فتح الأبواب واستقبال الجماهير اعتبارا من الساعة الرابعة. ممكن الضيوف أعضاء مجالس الإدارات واتحاد الكورة والرابطة هيدخلوا من باب آل رشدان ومنه إلى المحصورة الرئيسية. بالنسبة للصحفيين والإعلاميين هيدخلوا من باب الفروسية المطلة على نادي الزهور، ومن خلال نفس الباب هيدخل اللاعبين والحكام. ممكن نتكلم على قائمة المحظورات أو الممنوعات لتنشيط ذاكرة الجماهير. يعني طبعا الموضوع ده بقى في محفوظ وعي بقى او في وعي صحيح محفوظ، ولكن يعني للتذكره احنا بناكد على ممنوع الشماريخ، ممنوع المعلبات المحفوظ فيها الاغذيه، ممنوع الشعارات واللافتات المسيئه، ممنوع الليزر، ممنوع الشواحن. لسه سياده العميد يا انت كنت سالتي في الحلقه اللي فاتت هل لسه مش عارف بقى الاجابه وصلتك ولا لا؟ هو لسه ممنوع شحن التليفون. طب الباور بانك حتى الشواحن والباور بانك والاسلاك الموصله ليها طبعا دي ممنوعه حفاظا على سلامه الجماهير. وبرضه بناكد طبعا ان بقت الجماهير عندها وعي بالممنوع والمسموح، ولكن في برضه مازال جزء من الجماهير بيجي معاه بعض المخالفات دي كنوع من عدم الدرايه، يعني في ناس برضو مش متابعه القنوات التلفزيونيه او حاجه، فاحنا بناكد تاني ان الحاجات دي ممنوعه وما تصطحبهاش معاك لان مش هتدخل بيها. في نقط فرز على الابواب يعني مخصصه للانسات والسيدات، وفي حارسات امن مخصصه للتفتيش. دي ببساطه كده يعني الحاجات الاساسيه اللي ممكن تهم جماهير الكوره. طيب وان شاء الله المباراه تعدي يعني في اطار الروح الرياضيه، وهي مباراه عاديه في الدوري طبعا. الفائز هنقول له الف مبروك، واللي ما ربنا ما وفقوش هنقول له هارد لك تتعوض في المباراه اللي بعدها. طيب من ضمن الحاجات اللي حضرتك تفضلت بيها ان الوعي ابتدى يبقى زايد عند الجماهير باستثناء قله قليله، وقلنا يمكن عشان مش عارفين المعلومه نفسها. طب الوعي اللي زاد ده مش المفروض ان ينتج عنه، وخصوصا ان كان في كلام ابتدى يتقال في الفتره الاخيره فيما يتعلق بمساله الزياده النسبيه في اعداد الجماهير اللي تحضر؟ يعني دي ان شاء الله انا يعني متابعتنا للمؤتمر للحفله والمؤتمر الصحفي اللي كان اقام بمناسبه الموسم الجديد. أي. كان السيد رئيس رابطه الانديه كان وعد ان يبقى في زياده في الجماهير. على ارض الواقع الوعي اللي حضرتك بتتكلم عليه هو ده اللي بيساعد المسؤولين ان هم ياخدوا الخطوه دي، يعني القرارات ما بتبقاش قرارات احاديه من جانب المسؤول فقط، ولكن المنظومه بالكامل هي اللي بتساعده ان هو ياخد مثل هذه القرارات. المنع التام للجماهير لمده تجاوزت 5 سنين
مش بالسهل ان انت مره واحده ترجع جماهير تاني ويحصل لا قدر الله اصابات او وفيات، فالقرار فيها بيبقى صعب لان ده مرتبط بارواح بني ادمين ومرتبط بسمعه الدوله. والرياضه دلوقتي اصبحت دبلوماسيه، يعني خبر ان في تدافع او لا قدر الله في اي حاجه في ملعب، الخبر ده بيتحط على قائمه الاخبار في كل دول العالم، كل وكالات الانباء بتنقل ان لا قدر الله حصل حاجه. يعني الرياضه وخصوصا كره القدم يعني دي من الحاجات اللي كل الدنيا بتتابعها وبتحطها في اولويتها. لذلك يعني احنا مستبشرين خير ان شاء الله في الموسم الجديد، ان المسؤولين ينجحوا في زياده الاعداد نظرا لزياده الوعي لدى الجماهير ونجاح المسؤولين عن التنظيم والتامين في الخروج بالمباريات دي لبر الامان. وحصل ان يعني في اكتر من مناسبه كان فيها اختبار حقيقي سواء كان للجماهير او المسؤولين عن اداره وتنظيم المباريات، ونجحت هذه المواعيد زي مباريات الاهلي في البطوله الافريقيه سواء كان مع الوداد او الترجي او الهلال، كلها مباريات كانت كامل القوه وخرجت على الوجه اللي يليق بسمعه الكره المصريه واظهرت الوجه الحقيقي للوعي هو الحقيقه في هذا الاطار. سياده العميد برضو كلمه حق لازم تتقال، ان في اشادات واسعه الفتره الاخيره اتقالت عن كل العاملين في وكل التابعين للشركه الافريقيه فيما يتعلق بمساله حسن التنظيم وحسن التعامل مع الجمهور كمان، فدي يعني كلمه حق لازم تتقال. يعني طبعا شكرا لحضرتك على هذه الاشاده. ده اقرار لواقع على فكره مش مجامله، يعني بننقل لك يعني رؤى ناس كتير للشركه وللخدمات اللي انتم بتقدموها، الحقيقه مشكورين عليها. يعني احنا بنسعى في ان احنا كمان نطور، يعني على طول انا بقول لحضرتك ان في منظومه عمل شغاله في الشركه الافريقيه، احنا بعد كل مباراه بيبقى في اجتماعات مستمره وفي مجموعه عمل بتعمل على تلافي الملاحظات، و يعني في خليه شغاله للخروج المباريات دي بالشكل ده. يعني النجاح ده ما بياتيش من فراغ، في مجهود كتير قوي الناس ورا الكواليس، مش بس ان المسؤول بيطلع يتكلم في الشاشات والتلفزيون بس، ده في مجموعه عمل متخصصه سواء كانت من الاتش ار اللي بتنتقي، سواء كان التدريب اللي بيدرب الناس على الثبات الانفعالي وان هو يقدر يتعامل، الناس اللي هي بتاعت العمليات المختصة في ان هي تتابع الماتش وترصد السلبيات والايجابيات عشان نقدر كل ماتش بنزيد عن الماتش اللي قبله ويظهر الشكل الحضاري بإذن اللي حضرتك الله. بتتكلم فيه بإذن الله سيادة العميد، ونشوف حضرتك بكرة بإذن الله في المباراة إن شاء الله. شكرك سيادة العميد، وبالتوفيق للفريقين، وإن شاء الله المباراة يعني آخر حاجة احنا بنوصي الجماهير ان الالتزام بالروح الرياضيه، الالتزام بالتشجيع، عدم الخروج عن النص. هي في الاخر مباراه، النادي الزمالك كسب الدوري السنه اللي فاتت والناس كلها باركت، الدوري السنه دي الاهلي كسبه، ودي رياضه فيها مكسب وخساره مش نهايه الكون. احنا ماتش الكوره بالنسبه لنا دي الحاجه المتنفس للشعب المصري ان هو بيفرح بيها واحيانا بيحزن فيها، فده مباراه. انا بنقول للجماهير ده مش نهايه الكون، مش معنى ان الاهلي اخذ الدوري ان جماهير الزمالك تبقى زعلانه، طب ما هو الزمالك اخذ الدوري السنه اللي فاتت. صحيح. لازم نلتزم بالروح الرياضيه وما ننطقش وراء ان احنا مثلا حد يكون عنده انفعالات زياده او حاجه زياده، ده رياضه في الاول وفي الاخر ومصدر فرحه وبهجه للشعب. صحيح. المصري، فرحه وبهجه ببلاش، يعني صحيح. احنا بنتبسط ببلاش من غير ما تكلفنا حاجه. صحيح. فان شاء الله المباراه تخرج في اطار الروح الرياضيه. ان شاء الله. سيادة العميد نشكرك جدا، أكيد أنا وكريم، وعلى هذه المداخلة سيادة العميد محمود القاضي والمعلومات أكيد المهمة، واللي نكون مهتمين كمان إن احنا نأكد عليها قبل كل مباراة علشان السادة برضو المتابعين دلوقتي يكونوا عندهم كل المعلومات المهمة.